والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، هنا في قرية أم تلاتة من غور الجزيرة عندهم الحطب ده. بعض الناس الجهلة معتقدين فيه أنه حق الشيخ الصوفي الكبير حقهم، وفيه بركة الشيخ والشيخ حاميه. حتى بيقولوا في المثل بتاعهم لو شايلك شك شيل الحطب، شيل لك حطبة، يعني لو شيلته بيحصل لك مكروه وبيحصل لك مشكلة. ده منه هناك برضو، هناك برضو في الجهة اليمين ده كله منه. وكثير من الناس هنا بيعتقدوا أن الحطب ده فيه بركة الشيخ والشيخ حاميه، ولا نحن هنرفعه ونجعه إزالة لمعالم الشرك، وإنه ما فيه حاجة. وما حق زول طبعا مجدع في الشوارع، فما فيه حاجة. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينفع وهو الذي بيده الضر سبحانه وتعالى، ولا يكشف الضر إلا هو. فدي عقائد كلها باطلة وعقائد فارغة. الصلاة الصوفية في قلوب الناس عشان يعلقوا الناس بأوهى المخلوقات. تعلق قلبك بحطبة يقولوا بتاعت الشيخ، وتعلق قلبك بحجاب أو بدلقان أو بجلد أو بمحاية أو ببخرات أو بغيره، ده كله باطل، ما يحصل أي حاجة. والحمد لله يا أخواننا جدعوه ما يحصل أي حاجة، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف